بكم مشاهدينا في رسالة جديدة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، واللي هنتعرف من خلالها على أبرز فعاليات اليوم الثالث للمهرجان. النهاردة بداية عرض الأفلام القصيرة المشاركة في المهرجان، وعددهم 21 فيلم. وبالرغم من أن النوعية دي من الأفلام بتحتاج لمهارة عالية من صناعها لإيجاز قصة متكاملة في دقائق معدودة، إلا أنها الأحب لفئة كبيرة جدا من الجمهور. الحمد لله لينا في السرير ده. L'image, c'est comme une trace. Si personne la voit, elle n'existe pas. مش عارفة لو هروح يا سلمى، لازم أفكر. وترجعي لنا معيطة ومتنكدة وتنكدي علينا وتقرفينا. الأفلام القصيرة فيها حاجات حلوة كتير مش بنلاقيها في الأفلام الطويلة، زي إنها بتبقى مختصرة جدا. بحب الأفلام القصيرة عشان فيها هدف، فيها قيمة، بتوصل رسالة. بيبقى فيه تركيز على القصة وأداء الممثل، بيبقى صعب إنه يطلع أداء في فترة قصيرة جدا، فدي بتبقى حاجة مش أي ممثل يقدر يعملها يعني. بتوصلي رسالة أسرع وبتوصلي فكرة بشكل بسيط، فبيخليني أبقى مستمتعة بيها أكتر. أحلى حاجة فيها إن هي بتبقى حاجة بتقول يعني بتدي فيلينج مهم، وممكن تكون بتحكي قصة مهمة بس في وقت قصير جدا. بحب اتفرج على الافلام القصيره عشان بحسها سريعه في الاحداث. بحس كمان ان الممثلين كلهم بيجتهدوا قوي فيها، بيبذلوا مجهودهم كلها، يعني بيطلعوا كل اللي عندهم فيها، لان هم خلاص بدام المشهد ده ما عندهمش مشهد تاني يعوضوا فيه. انت مع ساره في نفس الكليه؟ هاي. بس انا شايفه في ميك اب بقى ودندشه وحركات. ساره انتوا نازلين؟ وش فيها؟ هي بتطلع من ايش؟ سوم سليش. I thought about killing myself today. يا عمر، نحن ваши паспорта останутся у меня как в отеле. مشاهدينا لسه مستمرين في نقل الفعاليات، ولكن بعد الفاصل. على مسرح النافورة الساعة 3 كان حوار المخرج أمير رمسيس مع نجمة المهرجان والفائزة بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر الفنانة لبلبة. والكده أهلا. يا أهلا يا أهلا. نبتدي بعد إذنك؟ مش فاكرة. إحنا هنعك من أولها؟ إيه إيه؟ مش هسمح لحد يقول علي عندي خيار وفقوس. وأنا ما اشتغلش ليه؟ هو أنت معاك شهادات؟ يعني أنت شايف بتوع شهادات مطلوبين؟ ماديك بشهادة وما انتش نافع. أمك ولا رحاب يا طه؟ رحاب طبعا. انت هتعمل لي فيها بطل قومي مدفوق بقى. ندوة النجمة لبلبة كانت كاملة العدد، بحضور عدد كبير من الفنانين وصناع السينما، وكمان من الجمهور اللي جاي مخصوص لحضور الندوة للنجمة الاستثنائية ومتعددة المواهب.
مخصوص عشانها. انا اصلا عارفه ان هي تتكرم وعارفه ان هي تعمل، لان اللي بيتكرموا بيعملوا ندوات، فحبيت قوي 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 احضر لها. انا بحبها جدا، بحب اتفرج على كل افلامها وكل مسلسلاتها. وانا عارفه اصلا من اول يوم جيت في المهرجان ان هي تعمل ندوة الاربع، فانا يعني جيت مخصوص عشان احضرها. اتبسطت بتكريم استاذه زي لبلبه، وكنت مبسوط ان في فرصه ان احنا ممكن نشوفها لايف. وانا بحب الفنانه لبلبه جدا، وبتابع كل افلامها من وهي صغيره لغايه دلوقتي، فانا نفسي قوي يعني كنا نيجي ونسمعها النهارده ونشوفها كده فيس تو فيس وكده، وانا بحبها جدا. بس انا اصلا بحبها من زمان، من ايام فيلم اربع بنات وظابط وحاجات بقى قديمه قوي من وهي صغيره، فهي بالنسبه لي عشقي يعني، فده اللي حمسني ان انا احضر لها يعني، بحبها جدا. انا عارفه انك ابن بلد ومجده، مش ممكن تتخلى عن واحده زي غلبانه وفور. ابنك وش اجرام 100 مره مش 99 يعني قتلين قتل المقتولين. لا لا قلت ايه؟ هتتراجع عن موقفك ولا لا؟ لا يا سامي مش هتراجع في الحاله دي، انا مضطر ادافع عن مصلحتي. لبلبة أولا فنانة كبيرة جدا، وست إدت عمرها كله للفن، واحدة في الفن من عمرها 5 سنين، ويعني دايما تقولك أنا عايزة أفضل في الفن لآخر لحظة في عمري. فقد إيه عطاءة لفنها، وقد إيه بتحب شغلها. واحدة عملت كوميدي وتراجيدي واستعراضي غنائي، عملت كل الألوان الحقيقة، ففنانة شاملة. وبعدين على المستوى الشخصي أنا بحبها جدا، لبلبة أطيب قلب في الوسط الفني حقيقي، نقية وطيبة وعلى طبيعتها وحقيقية، بني أدم حقيقية قوي، فأنا بحبها جدا على المستوى شخصي. صديقة بس صداقة عمر بقى، ده احنا عشرة عمر، احنا في الآخر بنبقى أكتر من الأسرة من كتر ما عيشنا مع بعض. احنا بنعيش مع بعض وفي شغلنا أكتر ما بنعيش مع أهالينا في بيوتنا، فنونيا طبعا عشرة طويلة. يعني أنا سعيد إن النهاردة مهرجان القاهرة بيكرم الفنانة لبلبة اللي أساعدتنا على مدار سنوات عمرها بأعمال جميلة جدا، وأنا كان ليا الحظ إن اشتغلت معاها، وهي إنسانة عظيمة قبل ما تكون فنانة عظيمة. حد قريب منك بيتعامل بأخوة بصداقة بمودة، ده من أجمل الحاجات اللي بتميزها. لبلبة في الحوار غنت وقالت أسرار لأول مرة عن بداية دخولها الفن، وكمان عن أول بطولة مطلقة ليها، وكمان عن فيلم ليلة ساخنة اللي كان بيعتبر نقلة فنية ليها. لبلب لبليب ولبلوبة سنة أولى ولكن لهلوبة، لبلب لبليب ولبلوبة أنا بيت حدقة وجنية معجونة بمية عفاريت، وأنا لسه بوقوق يا عينيا رضعي واد عصير ديناميت. كانت ماما تقولي هو أقول يا ندم نه 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 لبلب لبليب ولبلوبة. مشاهدينا دي كانت رسالتنا للنهاردة، استنونا بكرة في رسالة مميزة فيها العرض العالمي الأول للفيلم المصري الوحيد المشارك في المسابقة الدولية 19 به، وكمان ندوة مهمة للمخرجة كاملة أبو ذكري.